حدث اليوم لم نشهده من قبل في إسرائيل، وأنا سأضمن أن لا نشهد ذلك. الحكومة كلها تقف خلف قرار هذا. الجيش سيستخدم فورا كل قدراته لتدمير قدرات حماس. سنضربهم حتى النهاية وسنثأر منهم على هذا اليوم الأسود الذي كبدونا إياه. وكما قال أحد الكتاب، ثأر طفل صغير لم يخلقه حتى الشيطان. في كل أماكن تواجد حماس في غزة، مدينة الشر هذه حيث يتخفى قادة حماس، سنحول هذه المناطق لدمار. أقول لمواطني غزة، أخرجوا الآن، لأننا سنضرب في كل مكان وبكل قوة. في هذه الساعة القوات الإسرائيلية تطهر آخر المواقع الإسرائيلية التي تسلل إليها مسلحي حماس ويعيدون السيطرة لنا. أنا أرسل تعزي القلبية إلى العائلات الثكلة التي فقدت أعزائها الذين قتلوا بدم بارد. نصلي جميعنا من أجل شفاء المصابين ومن أجل الرهائن. أقول لحماس، أنتم مسؤولون على سلامة الرهائن. إسرائيل ستحاسب كل من يمس شعرة من رأس مواطنينا. أقول لمواطني الجنوب، نحن نقف إلى جانبكم ونحن فخورون بكم على وقوفكم وصمودكم وقتالكم هذا. أقول لأحبائي جنود الجيش الإسرائيلي، لعناصر الأمن، لرجال الشرطة، أنتم تستمرون تكملون سلالة أبطال إسرائيل، أبطال كل معارك إسرائيل. أنتم تحاربون من أجل بيتنا جميعا، من أجل مستقبلنا جميعا. جميعنا معكم، جميعنا نحبكم، وجميعنا نحييكم. للطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ وللمتطوعين الكثر الذين توجهوا اليوم إلى الكثير من الأماكن، شعب إسرائيل يحييكم. روحكم هذه ستساعدنا على الانتصار على عدونا. تحدثت قبل عدة ساعات مع الرئيس بايدن ومع قادة دول العالم لتأكيد حرية الحركة العسكرية لإسرائيل. أنا أشكر الرئيس بايدن على تصريحاته القوية والواضحة. أشكر الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة البريطاني ولقادة آخرون على دعمهم غير المشروط بإسرائيل. أتوجه الآن إلى كل مواطني دولة إسرائيل. نحن نواجه هذه المعركة سويا. هذه الحرب ستستغرق وقت، ستكون صعبة، أيام صعبة تنتظرنا، لكنني أؤكد لكم أنه بعون الله وبعون القوات وبفضل إيماننا بأبدية دولة إسرائيل، نحن سننتصر. إذا مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل أكثر عن أو من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي خرج بها قبل قليل. توعد بأن يستخدم الجيش الإسرائيلي كل قوته للقضاء على حماس. توعد بتحويل قطاع غزة إلى دمار، داعيا سكان غزة للمغادرة الآن، لأن الجيش الإسرائيلي سيضرب كما قال بكل قوة وبكل مكان. ووجه الشكر أيضا إلى الدول التي دعمت إسرائيل بشكل غير مشروط، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا وغيرها.